السلام عليكم احبائي، كيف ما كتعرفوا الصيف دابا الحراره ما كنبغيوش ندوزو وقت كتير في الفران، دونك جبت لكم وصفه زوينه اللي تتعجب الولدات تعجب الكبار، غنيه ومنعشه. كيف ما كتشوفوا هادو هما المكونات، دونك على بركه الله. اليوم غادي تكون عندنا سلطه، وغادي تكون عندنا طبق اللي متكون من السوسيس. هذا سوسيس ديال الفرماج، كيف ما يمكن لكم تاخذوا اي نوع اخر من السوسيس. وغادي نرافقوا بالبوري، خديت جوج بطاطات نقيتهم وقطعتهم مكعبات كيف ما كتشوفوا على الصوره. ولي تنسيم هاد لابوري عندي معلقه كبيره ديال الزبده، شويه ديال البزار ومليحه، وثلاثه ديال الفرماجات. وهذه هي الطاوله اللي غنوجد فيها لابوري ديالي. كيف ما يمكن لكم تستعملوا كوكوت باش تزربوا دغيا طيب لابوري. كيف ما كتشوفوا هنايا السلطه المرافقه، غادي خديت الخيار قطعته مطيشه، كورنيشون تا هو غنقطعو صغير، وهذه اللي في الجنب اللي على اليسر هي نبته الصوجا، وهنا ثلاثه البيضات اللي غادي نسلقهم. والتزيين عندي شويه ديال النوا، شويه الكركاع. بالنسبه للصلصه اللي غادي نرافق بها هاد السلطه، غادي نصوبوها حنايا، شويه المليحه البزار، معلقه كبيره ديال زيت بلديه، معلقه كبيره ديال الخل، معلقه صغيره ديال الموطارد، ومعلقه كبيره ديال صوص صوجا. دونك هادو هما المكونات ديال الصلصه المرافقه للشلاضه. دونك على بركه الله غنبداو نوجدوا لابوري ديالنا، حيت هي اللي كتاخذ لنا شويه وقت، شويه ديال الوقت باش تطيب. دونك غادي نشدو كبيتها في الطاوه ديالي، غنزيد عليها الماء، هذا ما بارد عادي. تقريبا غادي ندير نفس القد ديال الماء قد الماء ديال البطاطا ديالي كيف ما كتشوفوا. وغادي للتنسيم غنزيد الملحه والبزار معاهم، وغادي ندير داك المعلقه الكبيره ديال الزبده. غادي نربح الوقت، غادي نديهم يطيبوا، غادي نديرها فوق عافيه مهيله، وغادي نخلي البوري ديالي تطيب. غادي يمكن لكم بيان سور ديروها حتى في الكوكوط باش تزربوا الا بغيتوا، لكن انا كنفضل ديما نطيب في الطاوه. دونك غنخليو البوري ديالنا طيب، وفي هاد الاثناء غادي نرجعو نصوبو السلطه ديالنا شلاضه. دونك المكونات يمكن لكم تزيدوا المايس، يمكن لكم تزيدوا اي حاجه اخرى كتعجبكم، فلفله خضراء حمراء، اي مكون منعش يمكن لكم تزيدوه. دونك انا هنايا اختاريت الخيار مطيشه، الكورنيشون قطعته، وبيان سور هاد النبيتات هادو ديال الصوجا. هادو هما المكونات اللي اختاريت انا اليوم في السلطه ديالي. نخلطوهم واحد شويه. بالنسبه لهاد البيضات غادي نديهم نسلقهم، غنحتاجهم حتى الاخر في التزيين. وغادي نكون حضرت هنايا الصلصه ديالي، مليحه البزار، معلقه ديال الزيت البلديه، معلقه ديال الخل، معلقه صغيره ديال الموطارد، او الصوجا. سينو لا بغيتو تسهلوا الامور، الا عندكم هذه فينيغر بالساميك كيجي رائع حتى هو، كيستعمل لك معلقه ولا جوج كترشيهم فوق لا سالاد، وكيجي رائع حتى هو بديل لهاد لاصوص اللي انا قلت لكم. دونك انا هنايا اليوم ما غاديش نشعل العافيه على ود ثلاثه ديال لي سوسيس. انا اختاريت ديما كنختار لكم الطرق السهله والبسيطه اللي يمكن لكم تاكلوا ماكل صحي، وفي نفس الوقت ما ياخذ لكمش وقت كثير. خديت البانيني درتو فوق منه البابيي كويسون باش ما يلصقش ليا تمايا، وغادي نشوي لي سوسيس ديالي فوق الباري لاباري ديال البانيني. يمكن لكم نتوما الا ما عجبتوش يمكن لكم تشعلوا الفاخر، حيت ما كاينش ما احسن من المذاق ديال الفاخر، ولكن انا اليوم صافي اختاريت نبين لكم هذه الطريقه سهله بسيطه باش ما تعجزوش انكم تشعلوا الفاخر فوق البانيني وهانتوما كتشوفوا طايب. فهاد الاثناء انا بديت كنحرك في لابوري ديالي، لقيت بان شربات الماء طابت.
انا استعملت هاد الآلة هادي كتمعس البطاطا كيف ما يمكن لكم تستعملوا الخلاط الكهربائي. دونك غادي نكمل المعيس ديالها وغادي نزيد نص كاس الحليب قبيله ما قلتوش لكم. دونك غير نص كاس الحليب غنزيدو كيف ما يمكن لكم تستعنوا بالقشطه الطريه لا كريم فريش. فهاد الاثناء غادي نزيد دوك ثلاثه د الفروماجات اللي قلت لكم ويمكن لكم تنسموها بالجوزة غتحكو واحد شويه غير باش تنسم كتجي رائعه. نكمل المعيس ديال لابوري ديالي ونعاود ناخذكم. دونك ها هي الوجبه ديالنا واجده، سوسيس بلا بوري كيجي رائع بنين. لا سالاد ديالي ها هي خلطتها، قطعت داك البيض على هذا الشكل هذا بالموس، غير بالموس بقيت غاديه كندير مثلثات. ها هي لاصوص اللي صوبت في المنزل، هذا الكركاع بالزوقت والفينيغر بالزاميك اللي كيعجبو المذاق، حيت الفينيغر بالزاميك شويه حامض كاين اللي ما كتعجبوش الحموضيه. وهنا كنقول لكم بالصحه والراحه وتابعوني في فيديوهات اخرى. شكرا.